بناني رئيس جماعة بوكدرة. الحمد لله كانت زيارة ديال سيد العامل اللي فيها حوالي ثلاث نقاط. النقطة الأولى تدشين الطريق الوطنية رقم 7، وكذلك دار الأمومة اللي كانت مهمة في بوكدرة. كيفما العيالات ديال البوادي كيتكرفصوا كتجي المرة لوبيطال بغيت تقلب امتى غتولد ولا هادي كتعاود ترجع عاوتاني. هاد دار الأمومة وفرت لهم الحمد لله هذيك يومين ثلاث أيام ما قبل الوضع، وواحد يومين ثلاث أيام أخرى ما بعد الوضع. هذه نقطة مزيانة. تدشين مقر جماعة بجميع المواصفات، وكذلك توزيع 30 سيارة لرؤساء الجماعات القروية، وتوزيع 330 دراجة هوائية مع مختلف جميع الدواوير المحيطة ببوكدرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.